برحب بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. ودلوقتي جه ميعادنا على موضوع التعليم واستعدادات الدولة إن شاء الله العام الدراسي الجديد. إن شاء الله المفروض هيبدأ من يوم السبت الجاي، وعايزين نعرف بقى هل هنقدر نسيطر على الأولاد والطلبة في موضوع طبعا الكورونا، وداخلين على موجة تانية ما يعلم بالله ربنا، وربنا يسترها يا رب يا رب. فالموضوع يعني خلينا نقول اللي بعض الناس من أولياء الأمور عندها تخوفات يا مروة. تخوفات كتير، مش تخوف واحد. يعني تخوف منها ان الكورونا لو بدأت الأولاد هيروحوا المدرسة فعلا ولا مش هيروحوا. في تطويرات حصلت في التعليم اللي هو التعليم عن بعد، فالناس مش عارفة بصراحة تتابع ايه وتعمل ايه بالظبط، بس هتعرف اكتر مع استاذ احمد محمود سلامة، خبير متخصص في شؤون تطور التعليم تطوير التعليم. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا بك يا استاذ مروه. استاذ محمد اهلا بك، مشرفنا منور. الله يخليك يا استاذ محمد. الناس كلها قلقانه، الدراسه هتبدا، في قلق، طب احنا هنروح المدارس ولا خلينا احسن قاعدين في البيت. تخوفات كتيره، زائد ان في حاجات كتير اتطورت منها التعليم عن بعد. الناس مش عارفه تعمل ايه بصراحه، عايزه تعرف التعليم عن بعد ده مفيد ولا مضر، ولا الاحسن انا اوديه المدرسه، طب اجيب له مدرس احسن في البيت، طب اخليه، خصوصا ان الازهر رفضوا كمان. الازهر قال انا هشتغل على النظام القديم. بالظبط. هو الموضوع بتاع تطوير التعليم في البدايه، احنا عندنا هنتكلم عن الموضوع بشكل عام او الموضوع عالميا واقليميا ودوليا بقى. تمام. هل في دول طبقت موضوع التعليم عن بعد ده واعتمدت عليه بشكل اساسي وضروري لوحده، ولا كان إضافة للتعليم الأساسي أو الواقعي أو الحيوي؟ لا، الدول اللي بره زي اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا وغيره اعتمدت على الموضوع دوت بحيث أنه يمثل العملية التعليمية سوى 7% 10% لا أقصر. لا أقصر. لازم أن أنا أتعامل مع الطالب. خلينا نقف عند الحتة دي عشان بحب أفهم واستفسر. حتة حضرتك قلت لي أن دول بره طبقت التعليم عن بعد، ولكن بنسبة ضئيلة جدا. ضئيلة جدا. بالظبط. فاحنا هنا بقى هنطبقه ازاي؟ هل هنطبقه زيهم بنسبه 7% ونشتغل على المواد الاساسيه اللي هو بالورقه والقلم، ولا هنطبقه زي اوروبا؟ لا، هو استاذ محمد احنا هنا في مصر خدنا منحه تانية خالص، هو ان احنا نطبقه بشكل كبير جدا بحيث يمثل حوالي 60 70%. ان الطالب هيروح يومين ثلاثه في الاسبوع. اليومين الثلاثه دول يومين ثلاثه في الاسبوع. طب يعني مش الاسبوع كله. لا هيروح. طب اشمعنى المدارس الخاصه بتروح بقيه الاسبوع؟ صح، المدارس الخاصه هي تابعه لاصحابها، صاحب المدرسه هو اللي يتحكم او هو اللي يقول الطلبه تيجي امتى وتيجي كام يوم وكده، لان الوزاره ملهاش ملكه على المدارس الخاصه والدوليه. المدارس يعني قانونا هم احرار. هم احرار طبعا. هو الدافي يعني لغط كتير، لان احنا انت المفروض انت حر، بس انت موجود عندي على الارض المصريه، فالمفروض تتبع القوانين اللي انا اقول لك عليها، لكن ما تتبعش القوانين الخاصه بيك انت او لائحه خاصه بيك. عايز اقول لحضرتك القرار ده مزعل اولياء امور كتير جدا، ان هو ابنه مش هيروح الا يومين بس. بالظبط. هم صدق المدارس فتحت. عايزين مساحه اكبر عشان الطلبه تروح واولادهم يروحوا. لا، لما بيبقى يروحوا شغلهم. لا كمان لما بيبقى الطالب فيه اختلاط بيبقى بالزبط. فيه وعي ثقافي اكتر، بيتفاعل مع زمايله، عكس ما يبقى قاعد منطوي قدام التاب في البيت. وهو ده التعليم الحيوي او الواقعي. انا في التعليم عن بعد الطالب بيكون ذاتي، تعلم ذاتي، ما ينفعش ان انا اتعامل مع التعليم على انه ذاتي نهائي. اسس بناء منظومه تعليميه حديثه وتعلم التعاوني. يكون الطالب بيتعامل مع مجتمع وبيتعامل مع مجموعه من زمايله، بيكونوا فكره او رؤيه واضحه حوالين الموضوع. في حته التنافس كمان، زميلي ذاكر اكتر مني، طب انا ذاكر اكتر منه. جدا. وخليني اذكر لحضرتك ان الازهر رفض النوع ده من التعليم لانه ما بيلاحظش فيه تغيرات السلوكيه والنفسيه على وجه الطالب. انا بشرح للطالب لازم الاحظ وجهه، شكل وشه، يعني وتحركات. مع ولا ضد؟ لا طبعا انا ضد موضوع مع التعليم. فكره الازهر ان هو التعليم بالورقه والقلم. طبعا مع فكره الازهر بان التعليم بالورقه والقلم خاصه في السن الصغير محتاج اشوف خط الطالب، تعامل الطالب مع الورقه ازاي، شكل الحاله النفسيه بتاعه الطالب ايه، وضع الطالب وهو بيتكلم مع المعلم، اخلاقيات وسلوكيات الطالب في التعامل مع الشخصيات او مع المعلم الشخصيات الكبيره الاكبر منه سنا. ده كله مهم عندي، ده مهم جدا وضروري خلال الفترة الجاية. يمكن كمان أنا شايف إن السنة دي فرصة مناسبة جدا 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 لإعادة ضبط القيم والسلوكيات. تاني كده الحتة دي؟ تاني. بمعنى السنة اللي إحنا داخلين عليها دي إحنا
طبعا لا يخفى على احد موضوع ان السلوكيات والاخلاقيات عند كتير من الشباب اللي طالع فيها كتير من المشاكل، خاصه ده تيك توك. الدنيا بايظه يعني، خلينا نتكلم بصراحه بالزبط. يعني محتاجين معانا صور دلوقتي علشان التعقيم في المدارس برضك، الناس اللي قلقانه تودي علشان الكورونا. بالظبط، هو يعني انا شايف ان الفرصه دلوقتي فرصه سانحه جدا. استسمحك معانا مداخله تليفونيه، مين يا فندم؟ الو، الو، ام معاذ، اهلا وسهلا، منين؟ الو، الصوت بس شويه، حضرتك لو بتتفرج على التلفزيون ممكن نوطي صوت التلفزيون. الو الو الو، ايوه، سؤال حضرتك بخصوص ايه؟ الو الو، معاكي. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مروه الجميله، انا برحب باسره البرنامج. اهلا وسهلا بيكي استاذ محمد. أهلاً. شكرا يا فندم، شكرا ليكي. سؤال حضرتك إيه؟ سؤال حضرتك بخصوص ايه؟ دلوقتي حضرتك المدرسة مؤهلة للولاد هيخشوا بموضوع الكورونا والجو اللي احنا فيه دوت، وان انت تعمل فترتين، هل انت عندك عمالة ان حد هينظف بين الفترتين وهتضمن ان الولاد ما يجيلهمش كورونا او يجيلهم اي اصابات؟ ده من احد التخوفات. تخوف. في سؤال تاني يا فندم ولا؟ في سؤال تاني لحضرتك؟ طبعا، اتفضلي. دلوقتي بالنسبه للتعليم عن طريق الانترنت او عن طريق التابلت، لا طبعا، يعني عايزه اقول لك ان الناس كلها مش موافقه على الموضوع ده، او اكثريه الناس عامه. خلاص، في سؤال تاني يا فندم؟ في سؤال تاني؟ لا خالص، شكرا. شكرا، شكرا على اتصالك، تابعينا بقى. طيب، بالنسبه للسؤال الاولاني هو خاص بي، او هنبدا بالسؤال التاني، التعليم الموضوع التابلت والتعليم عن بعد. انا يمكن جاي النهارده انقل تخوف 90% من اولياء الامور ان النوع ده من التعليم مش قادرين يتوافقوا معاه، بناء على اللي اتطبق خلال الست شهور اللي فاتوا، اللي هو من شهر 3 لشهر 6 تقريبا، 3 شهور. الفتره ديت بينت ووضحت قد ايه ان احنا كان المفروض نتحرك في موضوع التعليم عن بعد ده من بدري قوي. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه اللي كنت حابب اكمل فيها استاذ محمد هي موضوع الاخلاقيات والسلوكيات اللي احنا داخلين السنه الجديده دي، فرصه مهمه جدا اعاده ضبط الاخلاق والسلوكيات داخل المدارس. ان انا اتعامل مع الطالب، اقول له تعاملك مع الشخص الاكبر منك ازاي، احترامك للاب والام يكون ازاي، احترامك للانسان، سلوكك الشارع. في الشارع كمان بالظبط، تعاملك في الشارع يكون شكله عامل ايه. كمان خليني اضيف حاجه مهمه جدا، واتمنى ان حد من التربيه والتعليم يكون بيسمعنا، هو ان احنا ممكن نتعامل في السنه اللي جايه ديت على موضوع التعليم اليدوي فقط. بمعنى نوضح اكتر. طيب، التعليم الفني، التعليم اليدوي، اليدوي، موضوع الخياطه، الحرف اليدويه. الحرف اليدويه، احنا النهارده الطالب بيتخرج من الجامعه، لا يعني ممتاز جدا اكاديميا، لكن مفتقد كتير جدا لموضوع الحرف اليدويه، سواء كانت خياطه، سمكرة سيارات، لازم يتعلم ده. حضرتك يعني يعملوا مبادئ عامه، مبادئ عامه، اديله 10 مشاريع، اقول له اختار مشروعين بس، يعملوا ماده مثلا متخصصه، مبادئ عامه في حاجه زي كده. مش شرط ماده، ممكن اخلي المسؤول بتاع النشاط الصناعي داخل المدرسه يوضح للطلبه الموضوع ده يمشي ازاي ويتم ازاي، كنوع من ان انا باهل طالب اكاديميا وتربويا ونفسيا للتعامل مع المجتمع ومهنيا كمان. انا اسف على المقاطعه، ولكن معانا كمان مداخله. الو، مين معانا يا فندم؟ معاك احمد سادة. احمد سادة، اهلا وسهلا بيه. حضرتك عامل ايه يا استاذ احمد؟ الله يخليك. الله يخليك، ده اخوك ده يا باشا ولا؟ لا مش اخويا خالص. اتفضل يا فندم، اتصالك بخصوص ايه؟ بس كنت عاوز اتذكر من الاستاذ احمد موضوع الراتبين ثانويه عامه. السؤال ايه حضرتك؟ موضوع الرصبين اللي في الثانويه العامه. الرصبين، تمام، وجاي محمد. ما عشان ما ذاكرش كويس يا استاذ احمد. لا لا، ده موضوع كبير قوي عن كده يا استاذ محمد. تمام. حصل تظلم في تصحيح دفعه كورونا، واقفين من اول شهر 3، يعني من شهر 3 لحد شهر 6 مفيش دروس. خوف من الامتحانات، اللي انت داخل الامتحان مش خايف من الامتحان، انت خايف ان انت يجي لك كورونا، اهلك يتاذوا. في ناس تخلف عن الامتحانات، في ناس ما بتعرفش تكتب اسمها. عدد 73 واحد تخلف. طيب، في اي سؤال تاني يا استاذ احمد؟ لا والله، عاوز اعرف، عاوزين نوصل صوتنا للرئيس بس. ماشي، اكيد صوتك هيوصل. بنشكرك جدا يا استاذ احمد، شكرا لاتصالك. موضوع الرسميه الثانويه العامه ده موضوع شائك ومهم جدا جدا، لازم نتكلم عنه يا استاذ محمد. احنا عندنا طلبه دخلوا الامتحانات في شهر 6 اللي فات. الطلبه دولت ادوا نتيجه كويسه جدا في الورقه، جم تصادفوا بان نتائجهم مش هي الحقيقيه اللي طالعه في النتيجه، فعايزين بقى يتحركوا ناحية ان احنا عايزين نعمل تظلمات. طيب يلا نعمل تظلمات، عملوا تظلمات ما جالهمش درجات،
دي نقطة. النقطة الثانية، في لجان إلكترونية وصفحات على الفيسبوك بدأت تخاطبهم، ادفعوا 3000 و 5000 جنيه ونرفع لكم درجاتكم. والله أنا أعرف حد دفع 15000 جنيه ومفيش حاجة اترفعت. مفيش حاجة اترفعت أكيد. وقفل الصفحة، عمل بلوك ليه. طب يعني عشان ما نظلمش حد، عشان دي في حاجات بتكون مغلوطة كتير قوي على الإنترنت، مش كل حاجة مصدقها. هل في دليل؟ احنا عندنا 11000 راسب. أنا مش هقول إن 11000 كلهم مظلومين، بس عدد كبير جدا مظلوم. وكان المفروض إن أنا داخل عليا ظروف استثنائية، ظروف كورونا، أدي فرصة تانية للطلبة دولت يدخلوا الامتحان ويمتحنوا مرة تانية وهنشوف درجاتكم الفعلية إيه. ده كانت مهم ودي كانت ضرورية خلال السنة اللي فاتت دي بالذات. فده الموضوع يعني باختصار. في خبر يمكن حاجة شفناه على المواقع، اللي هو المدرس اللي الشرطة كانت راح كان بيدي دروس خصوصية ونط من دور الثالث. فحضرتك شايف الموضوع ازاي؟ لا طبعا، هو ازاي أنا يعمل حاجه زي كده؟ انا بصراحه ما برجحش خالص، لان نظره المجتمع للمعلم هتختلف بعد الموقف ده بالذات. انا مندهش جدا ان احنا اهو الخبر معانا على الهواء. لازم مدرس فرنساوي، تمام. هو من فيصل ومعلم كبير في السن ونط من الدور الثالث واصيب بكسور صعبه جدا في جسمه. وطبعا انا ضد ده تماما، لان احنا لازم. ضد ايه حضرتك؟ اللي هو ينط مثلا ولا ضد؟ لا انا ضد ان هو الدروس الخصوصيه، ضد ان هو ينط، وضد ان يتم الدخول على السنتر بالشكل اللي بيتم ده. لان انا كده بدي فرصه للمجتمع ان هو ينظر للمعلم نظره متدنيه جدا. لازم ندي المعلم قيمته وكيانه ووضعه في المجتمع علشان اقدر ان انا بيه. ما هو التعليم النهارده هو اساس بناء المجتمع. انا خليني اقف عند الكلمتين دول، عجبوني قوي. قيمته وكيانه بالظبط، يعني ما تريقش عليه في المسلسلات والافلام. طبعا وسائل الاعلام دي مهم جدا للسيد وزير الاعلام. يا ريت نرفع من قدر المعلم، لان المعلم ده هو اللي بيبني اجيال وبيطلع اجيال من تحتيه. دور المعلم يا استاذ محمد مهم جدا في اعداد جيل واعي عنده ثقافه. ولازم ان انا اريح المعلم نفسيا واجتماعيا وثقافيا بحيث يقدر يشتغل على المجتمع وينمي الشباب الصغير. حابين نرجع لموضوع التاب اللي حضرتك ما كملناهوش. يعني موضوع التاب وموضوع التعليم عن بعد في مشاكل كتيره جدا. اول هذه المشاكل هو ان انا بلاحظ خط الطفل الصغير على الورقه، دي رقم واحد. رقم اتنين، انا في عندي في مواد في علم الرياضه وعلم علوم زي الكيمياء والفيزياء والاحياء، دي معادلات كيميائيه ومعادلات رياضيه، دي هتم ازاي في التعليم الالكتروني؟ مهمه. تمام. يعني في عندي اسئله مقاليه هتم ازاي في اللغه العربيه؟ ممكن اعملها على التاب. لا ما هو حضرتك التاب ليه نظام تصحيح. النظام ده حد بشري حاطه زي حضرتك. حاطط نظام تصحيح اهو التاب معايا. حاطط نظام تصحيح معين، لازم النظام ده يبقى فيه امتحانات عباره عن اختيارات صح وغلط. اكمل. طب ما الوزاره ممكن تقول انا بسهل على الطالب علشان الناس اللي بتشتكي المناهج صعبه يا جماعه، الامتحانات صعبه، ارجوكم حاولوا. محمد احنا عندنا مشكله نفسها، المشكله في الاساس مع المناهج. المنهج بالنسبه لي مش معد بشكل كويس عشان يقبل الرقم، يتحول من 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 محتوى طبيعي وعادي ورقي لورقي او لرقمي او الكتروني. لازم ان انا اغير المناهج ديت. المناهج دي ممكن تكون حضرتك درستها وانا درستها ولسه مستمره لحد النهارده. لازم ان انا اعمل عمليه تطوير شامل للمناهج وبناء تعليم حديث نقدر ان احنا نجابه بيه ارهاب وغيره وغيره وغيره. هو البدء من تعيين محتوى جديد رقمي حديث يناسب العالم ويناسب المعلم. ولازم مع تحديث المحتوى الرقمي اهتم بالمعلم، ارفع مرتبه، ارفع معاشه. الناس الكبيره في السن دي اريحها في البيت، خليهم ينزلوا يضربوا المعلمين اللي هم الجداد. اعين كوادر شابه جديده زي ال 120000 اللي دفعوا 5000 جنيه 6000 جنيه، وصلت الرقم الاجمالي اللي دفعوه حوالي 3 مليار جنيه. دي ارقام كبيره جدا. لازم ان انا اتعامل مع الناس على ان في احلال وتجديد جوه الوزاره. اطلع المدرسين الكبار في السن دولت واعين مكانهم مدرسين جدد يساعدوا معايا في عمليه التطوير. طب ما هو المدرس القديم ده مروه خبره وراجل طلع اجيال، هو اللي طلع القاضي، هو اللي طلع الضابط. ما انا بقول لحضرتك هريحه واخليه ينزل يدرب على وسائل وطرق التعليم اللي هي القديمه، لان دي مهمه برضو معايا. مع التعليم الحديث هنعمل تكامل ما بين الاثنين، ميكس بالظبط. بس كمان من عيوب التاب ان الطالب لو قعد فتره كبيره جدا مع نفسه على التاب ممكن تجيله توحد. لا ده غير كده بتاثر على الشبكيه، في ضمور بصري بيحصل للعين كمان. في ضمور بصري بيحصل للعين، وده بناء على ابحاث كبيره جدا في مجال الطب. في ضمور بصري بيحصل للعين، في شعور بالتوحد زي ما حضرتك قلتي، في شعور بالانطوائيه، عدم التعامل مع المجتمع. والانطوائيه هتبقى عنده عدوانيه، هيدخل في دوائر تانية ملهاش لازمه بقى. وعدم التعامل مع الاسره ده مهم. يعني ده برضو شيء تاني او حاجه تانية
هنواجهها خلال الفتره الجايه. طب ليه؟ ما يا ريت احنا ما نقعدش طول الوقت قدام الانترنت بس، لكن بالزبط. نتعامل مع بعضينا زي بالزبط. الاول، لان انا ملاحظه ان كتير قوي بيبقى ماسك، يبقى قاعد كده مثلا حتى لو بياكل على السفره الموبايل ده جنبه، هو مش بيكلم في حاجة. فرص كانت افضل للتعامل مع الموضوع، خصوصا في ظل وجود كورونا. وخليني برضو اذكر لحضرتك بمناسبه السؤال الاولاني، النظافه، موضوع هل احنا النهارده مستعدين. احنا الوزاره بدات في موضوع الفصول التقويه داخل المدارس. فصول التقويه اشتغلت تقريبا 10 ايام. اول امبارح في خمس مدرسين اتصابوا في اداره فوه تابعه لمحافظه كفر الشيخ، مدرسه اعداديه. خمس مدرسين اتصابوا اثناء شرح دروس التقويه في فصول التقويه. طب ما احنا كده في مشكله، نرجع بقى نعالج المشكله دي. ما احنا بنحارب السناتر، وان الطلبه تتحول على المدارس عشان ندي دروس تقويه، لان بيئه المدرسه افضل. بيئه المدرسه بالمناسبه مش افضل خالص، لان بيئه المدرسه تحتاج الى كثير من التطوير، ودي مهمه جدا برضو معانا. تمام. عايزين نعرف اصول التعليم القديم احسن ولا اصول التعليم الجديد احسن؟ التعليم القديم فيه مميزات كثيره جدا زي التعلم التعاوني، لكن في وسائل وطرق واستراتيجيات تعليميه حديثه تعمل عمليه تكمله للتعليم. هل المدرس في الفتره الحاليه مؤهل للتكنولوجيا الحديثه اللي موجوده ولا هو مش مؤهل برضه؟ المدرسين اللي هم يعني المفروض ان هم اتدربوا اعتقد. هو مش كل اتدرب، لا مجموعه صغيره، هو مجموعه صغيره من المعلمين داخل المدرسه الحكوميه هم اللي اتدربوا، لكن الجزء الاكبر والاعظم ما اتدربش. دي مهمه برضه. انا زي ما قلت لحضرتك وذكرت لحضرتك، احنا ممكن اللي هيطلع مع المعاش يطلع المعاش، اريحه بقى واقول له تعالى حضرتك اتفضل مشكورا، لان انت قضيت 30 35 سنه داخل التربيه والتعليم، بتستثمر في الطلبه بتوعك اللي هتشوفهم في يوم من الايام طبيب ومهندس وطيار وظابط وغيره وغيره. اقول له تفضل مشكورا، درب لي الطلبه الشباب المدرسين الشباب اللي طالعين دول، وحضرتك تفضل مشكورا بقبول المعاش ده، لان ده معلم بيبني كيان دوله، ده اساس من اسس بناء الدولة، هو المعلم والتطوير وشكل. احنا مش ضد التطوير بالمناسبة، بس حضرتك من وجهة نظرك التطوير اللي حاصل في المناهج ده، هل الطالب برضك عنده وعي ان التطوير ده هيفضل يعني وهيفيده في المستقبل في يعني مصلحته؟ هيبقى عنده وعي كده في استقبال التطوير ده، ولا بيبقى صعب برضك على الطالب؟ بص يا استاذ مروه، احنا موضوع التطوير ده انا استاذ محمد وحضرتك مش ضده. لا احنا مفيش اكل، انا ليه تحفظات يعني، خلينا خلينا على الحياه ده. كلنا مع التطوير اكيد، لكن اي تطوير اللي بيناسب قدرات وامكانيات الدوله. تمام. انا عندي انا ما اطورش يعني، معلش يعني افضل اطور في التعليم واخلي الطالب مضغوط قوي لدرجه ان هو مش عارف يذاكر ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. بالزبط. عكس بره خالص، في مساحه كافيه انه برضك بيتنمي مهاراته. بالزبط. يعني يتعلم، انا لما اجي ابدا في التطوير يتعلم رياضه يعني. انا عندي قاعده هرم وعندي قمه الهرم. تمام. لما اجي ابدا من قمه الهرم ولا من قاعده الهرم؟ لازم ابدا من القاعده، اشوف عندي في مشاكل في مرتبات المعلمين، ارفع مرتباتهم عشان يساعدوني في اتمام عمليه التطوير. تمام. في مشاكل في المحتوى، عالج مشاكل المحتوى. التعليم عن بعد، هل هو مناسب ولا مش مناسب؟ في حاجه مهمه جدا مفتقدينها، ان التربيه والتعليم ماشيه لوحدها في موضوع التطوير. لكن المجتمع، دور المجتمع فين؟ انا عايز اخد فوتس وتصويت من المجتمع على اللي انا بعمله. تمام. يا مجتمع ده يليق باللي احنا شغالين يعني، هل ده مناسب ليكم ولا لا؟ واخد تصويت صح، اوكي لا والله عندنا تحفظات على واحد واثنين وثلاثه. طيب. يبقى انا هنا شغال صح، بنشارك المجتمع. والرئيس اشار اكتر من مره ان لازم دخول المجتمع المدني او المجتمع ككل في العمليه التعليميه وفي كل الملفات، بحيث ان انا اقدر اعمل شكل حديث ومتطور للتعليم بمشاركه المجتمع. والمجتمع النهارده ما يكونش عندي مشاكل ان انا شغال وعمال اعمل تطوير وتحديث، وجروبات الامهات على الفيسبوك وعلى الواتساب شغاله تقول لي لا احنا ضد ده، احنا ضد ده. طب ما اخدهم معايا في طريقي، افهمهم انا بعمل ايه. ده احنا كمان الامهات محتاجين هم كمان يطوروا نفسهم، لان بيمسكوا اوقات الكتب بيقول لك ايه ده، احنا ما خدناش الحاجات دي. بالظبط. والسنه اللي فاتت احنا افتقدنا جزء مهم جدا، هو في جزء كبير من المنهج لم يتم تدريسه. طب الطالب لما يخش السنه اللي بعدها هيعمل ايه وما درسش جزء كبير زي دوت؟ سياده الوزير اشار ان احنا هنمتحن الطلبه في دخول المدارس. طب احنا عندنا الامكانيات اللي نمتحن طالب في بدايه دخول الدراسه؟ طب احنا اصلا متخوف. استاذ احمد اسمح لي بس، في حاجه محيراني جدا، وهي هل احنا محتاجين ندرس، خد بال حضرتك، هل احنا محتاجين ندرس
كوزارة التربية والتعليم ايه هي احتياجات سوق العمل علشان الطالب لما يجي يخرج يتخرج يلاقي شغل، يخرج يتخرج يلاقي وظيفة يشتغل على طول؟ وبحيي حضرتك طبعا على السؤال ده، سؤال مهم جدا جدا. طبعا انا محتاج اشوف ايه القصور عندي فين في سوق العمل، وايه الاحتياجات اللي انا عايزها، وابتدي ان انا اهل عليها. يعني انا عايز مهندسين ميكانيكا ابتدي اشتغل على الموضوع ده بشكل اكبر، عايز مدرسين، انا عايز مدرسين فعلا، بس عايز مدرسين اي مدرسين معدين اكاديميا وتربويا بشكل كويس. طيب خلينا نقول من وجهه نظر حضرتك انت كخبير تربوي، ايه اللي محتاجه سوق العمل من دلوقتي؟ سوق العمل من دلوقتي محتاج ان انا اتحرك ناحيه التعليم في الاول، اطور محتوى التعليم بشكل كامل بما يتوافق ويتناسب. خلال حضرتك استاذ محمد انا اللي بكلم حضرتك فيه النهارده هو ده بناء على دراسات وابحاث انا عملتها واشتغلت عليها 4 سنين كامله. هنطور التعليم بس بحيث ما نضغطش على الطالب بردك. لا لا، وكان بالنسبه لي في مشروع اللي انا عملته وقدمته على فكره للتربيه والتعليم، لكن هي الوزاره او التربيه والتعليم عموما ليها توجه وشكل معين شغاله بيه. ف يعني رافضه اي دخول مشاريع جديده عليها. فطبعا كان بالنسبه لي ان الطالب يخلص يوم الدراسه الساعه 3. تمام. هيدرس ايه الطالب؟ هيدرس موضوع متكامل من ناحيه كل المواد، وليكن هنتكلم عن موضوع السياحه هدرسه من ناحيه اللغه العربيه، الرياضيات، الجغرافيا، وده وضحته بشكل كامل في المشروع. وده مش احمد اللي عامله، لا ده عملته دول كبيره زي اليابان وزي الصين. اليابان والصين ما عندهاش تعليم موحد على مستوى الدوله، عندها تعليم في كل مقاطعه، وبالتالي احنا هنا لازم نتعامل على مشاريع التعليم بشكل جاد وحاسم وسريع، وناخد خطوات جاده بحيث ان احنا بعد 3 سنين، والمشروع ده بيثبت ان احنا بعد 3 سنين 4 سنين من دلوقتي مصر هتتقدم حوالي 13 مركز في جوده تصنيف التعليم على مستوى العالم. فطبعا ده شيء مهم جدا وشيء ضروري وحاسم، ومفروض ان احنا نتعامل معاه بشكل عاجل وضروري. احنا مع الاسف وقت حلقتنا خلص. استاذ احمد بشكرك جدا. استاذ احمد سلامه خبير تطوير التعليم في وزاره التربيه والتعليم، بنشكرك، شرفتنا ونورتنا. مش في وزاره التربيه والتعليم، خليني اقطع حضرتك هنا. انا مش في وزاره التربيه والتعليم، انا قطاع خاص. قطاع خاص. شرفتنا ونورتنا استاذ احمد. اهلا وسهلا. الله يخليك. قبل ما نختم حابب اقول يا جماعه من فضلكم ارجوكم حاولوا تشوفوا احتياجات سوق العمل ايه، علشان الطلاب لما يتخرجوا يلاقوا الوظيفه المناسبه اللي يشتغلوها، ما يخرجوش يلاقوا عندنا مهندسين كتير قاعدين في على القهاوي، دكاتره، محامين. فندرس احتياجات سوق العمل محتاج ايه. اسمح لي يا محمد بس قبل ما نختم برضك، كنت حابه اسمع من ضيفنا نصيحه اخيره من حضرتك لوزير التربيه والتعليم. لا هو مش هو، خليني اقول لحضرتك توصيه بلاش نصيحه، لان هو يعني طبعا الدكتور طارق شوقي له كامل الاحترام والتقدير، لكن احنا محتاجين نتعامل على الواقع بتاع مصر، ننزل المدارس اللي موجوده في النجوع والقرى ونشوف الطلبه ونشوف اولياء الامور ونسمع ارائهم. لازم اشارك المجتمع بشكل ضروري وحاسم خلال الفتره الجايه دي، والا يعني الموضوع هيكون شكله صعب خلال الفتره الجايه. بنشكرك استاذ احمد، شرفتنا ونورتنا. شكرا. الله يخليك. شكرا. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من برنامج كلامنا في المضمون. وتابعونا في الاعاده. تابعونا في الاعاده ان شاء الله، وتابعونا على صفحتنا على صفحه الفيسبوك برنامج كلامنا في المضمون. شكرا ليكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. I'm not afraid.